بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 31 من دروس الفقه العامة على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. كنا في الدرس السابق أو قبل السابق، لأن السابق كان عن مناسك الحج بمناسبة الحج تقبل الله من الجميع، والدرس السابق في الفقه الذي قبله كنا نتحدث عن الأذان والإقامة، وبقي في هذا الباب شيء. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويسن لسامعه مثل قوله، يعني يسن لسامع الأذان أو مستمعه من باب أولى، لأن الفرق بين السامع والمستمع أن السامع يسمع عرضا، يعني هو مو قاصد يسمع، ماشي في الطريق فسمع الأذان، هذا اسمه سامع. أما المستمع جالس يترقب الأذان ينتظره، فهذا اسمه مستمع. لذلك قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، يعني اقصد أن تسمع، وألقي سمعك وقلبك لتلاوة الكتاب العزيز. ويسن لسامعه مثل قوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا حديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم قال: وإذا قال حي على الصلاة، قال يعني السامع، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قال: ويسن لسامعه مثل قوله إلا في حي علتيه. الحي على يعني قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح، هذا يسمونه في اللغة العربية النحت، ينحت كلمة من مجموع كلمات تشير إلى الجملة كلها، مثل البسملة والحمدلة والهيللة. هيللة يعني لا إله إلا الله، والحوقلة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، والدمعزة يعني أدام الله عزك، والطلبقة يعني أطال الله بقاءك، والطلعمة يعني طال عمرك. أي أنا اخترعت الطلعمة. فهذه قال إلا في حي علتيه، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب كم مرة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أربعة ولا اثنين؟ فيها قولان للعلماء، قال بعضهم نقولها أربع مرات، لأنه هو يقول حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين، صاروا أربعة. في قول ثاني للعلماء ومال إليه النووي في بعض كتبه، وعبارته هنا تشير إلى أنه قال حي علتيه، ما قال حي علاته، يعني أشار إلى أنه كل تنتين بواحد، فيقول حي على الصلاة، حي على الصلاة فتقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي قول ثاني أنه تقولها أربع مرات، وهي كنز من كنوز الجنة. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما تفسيرها؟ قلت لا. قال: لا حول، يعني لا يتحول الإنسان، لا يستطيع أن يتحول، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله،
يعني لا يستطيع احد ان يتحول عن معصية ولا يستطيع احد ان يفعل طاعة الا بتوفيق من الله تعالى ومعونة. ثم ضرب بيديه على منكبي صلى الله عليه وسلم وقال هكذا اخبرني جبريل عليه السلام، يعني من معاني لا حول ولا قوة الا بالله. طيب، قال العلماء ويقاس بالمؤذن المقيم، وهذه السنة يتركها كثير من الناس، يجيبون المؤذن ولا يجيبون المقيم. المقيم أذان مختصر، كما تجيب المؤذن ينبغي لك أن تجيب الذي يقيم الصلاة. وقال العلماء العبارة هذه يسن لسامعه، تناولت مين؟ كل الناس، كل واحد يسمع. طيب الجنوب والحائض تسمع الأذان، تجيب ولا لا تجيب؟ الراجح أنها تجيب، والجنوب يجيب أيضا. والذين قالوا لا يجيب استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم عندما سلم عليه شخص فلم يرد عليه السلام، ثم ذهب فتوضأ ثم رجع فسلم رد عليه السلام، قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو على طهارة صلى الله عليه وسلم. هذا مقام عالي أن يكره. فالذين أخذوا بهذا الحديث قالوا لا يستحب للجنب ولا للحائض أن يجيب المؤذن، والراجح أنه يستحب. وبعضهم أخذ قول وسط، قال الحائض تجيب لأنه أمر خارج عن إرادتها، لا تستطيع أن تنهي الحيض بيدها، أما الجنوب فيستطيع أن يغتسل. طيب، على كل حال يستحب الإجابة، ويدخل فيه أيضا المزامح. إذا كان رجل نائم مع زوجته وسمع الأذان لا يجيب حتى ينتهي من العمل الذي يقوم به. وكذلك إذا كان في الخلاء، واحد يقضي حاجة في الحمام فسمع المؤذن لا يجيب، ينتظر حتى يخرج وينتهي من هذا الفعل ثم يجيب. إن كان الفصل قد طال، إن طال الفصل انتهى الإجابة، يعني إذا خرج من الحمام بعد 10 دقائق بعد 5 دقائق انتهى. أما إذا خرج مباشرة بعد دقيقة دقيقتين يجيب، يكرر كأنه يسمع الأذان من جديد. وإذا سمع أحد عدة مؤذنين يستحب أن يجيب أول واحد سمعه، لو أجاب غيره يجوز، ولكن الأحسن أن يركز على أول واحد ويستمر معه. وقال العلماء إجابة المؤذن تكون لا مقارنة ولا متأخرة بشكل طويل، يعني مباشرة يقول حي على الصلاة، تقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، مو تنتظر إلى آخر الأذان أو تقارنه، هو يقول أشهد أن لا إله إلا أنت تقول معه، لا، تنتظر حتى يتم ثم تقول بعده، عبارة تلو عبارة. وإذا كان الإنسان يقرأ القرآن أو يذكر الله تعالى وسمع الأذان يستحب له أن يتوقف عن التلاوة، يتمم الآية التي هو فيها ويقف عن القرآن عن القراءة ويجيب المؤذن. وكذلك إذا كان يذكر الله تعالى بذكر مثلا يستغفر أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، يقف عن ذكره ويتابع، لأن هذا الذكر في هذا الوقت أفضل لأنه من السنة. وهذا يسميه العلماء فقه الواقعي أو الأولويات، فقه الأولويات. وهذا يدل على فهم وعلم. يعني مثلا أنا الآن ليلة الجمعة مطلوب مني، دائما مطلوب منك أن تتلو القرآن. طيب أتلو القرآن مباشرة ولا أقرأ سورة الكهف؟ قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة لأنه ورد فيها حديث شريف أفضل من تلاوة غيرها. يعني إذا أنا أقارن مثلا ليلة الجمعة أقرأ سورة الأحزاب ولا أقرأ سورة الكهف؟ لا، أقرأ سورة الكهف لأنها سنة. أستغفر أم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال أكثر من الصلاة على ليلة الجمعة ويوم الجمعة مثلا. الآن خرجت من البيت، أنا عندما أخرج من البيت هناك ذكر خاص للخروج من البيت. في هذه الحالة الذكر الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت معين أو في مكان معين
يكون أفضل من غيره من الأذكار. أما في الحالة العامة فتلاوة القرآن أفضل الأذكار، أفضل الأذكار تلاوة القرآن. وقال بعضهم لا إله إلا الله. وإذا سمع الإنسان جزءا من الأذان يستحب له أن يجيب الكل، يعني ممكن أنت تكون راكب في السيارة تسمع حي على الصلاة وتمشي لم تعد تسمع باقي الأذان، أو تسمع أوله ولا تسمع آخره، تجيبه كأنك تسمع الكل. تمام. قال إلا في حيعلتيه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت، يعني النووي يقول، قلت وإلا في التتويب فيقول صدقت وبررت. يعني إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم ماذا تجيبه؟ تقول له صدقت وبررت. صدقت أي وكنت بارا بيمينك لو حلفت أن الصلاة خير من النوم، لو حلفت فأنت بار، صدقت وبررت. أو تقول وبررت، بررت أي صرت ذا بر، يعني صرت من الأبرار، تدعو له صدقت وبررت أي جعلك الله من أهل البر، البر الكثير. ولكل، لكل يعني للمؤذن والسامع، لكل واحد يعني، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه. وهذه السنة أيضا تركها بعض الناس، ينتهي الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، طول بالك، لازم لازم صلي على النبي أول صلى الله عليه وسلم. ولأن الناس تركوا هذه السنة، ولأن الناس تركوا هذه السنة، لذلك تجد في بعض البلدان الإسلامية يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأذان جهرة ليذكروا الناس بهذه السنة. فنحن نذكر الناس، نقول لهم يستحب استحباب مؤكد بعد الانتهاء من الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن والمقيم والسامع أيضا بعد الإقامة، أيضا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. الدعوة يعني الأذان، هنا الدعوة مقصود في الأذان لأنه يدعو إلى الله، وتام يعني لا يدخلها نقص. والصلاة القائمة أي التي أقيمت بهذا الأذان أو هذه الإقامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة كما تعلمون قيل هي كل وسائل القرب، كل ما يتقرب به إلى الله يسمى وسيلة. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي وسائل تقربكم إلى الله. وقيل الوسيلة كما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. ورجاؤه كما قال العلماء محقق صلى الله عليه وسلم. والوسيلة في الجنة هي جنة منزلة، يعني هي جنة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لها فروع في كل جنان الله سبحانه وتعالى، يعني في الفردوس الأعلى وفي جنة عدن وفي دار السلام وفي كل جنة من جنات الله اللي نعرفها واللي ما نعرفها، وكل مقامات الصالحين والأنبياء والعباد اللي من أهل الجنة لهم جنان، كما قال صلى الله عليه وسلم لما مات واحد، لما استشهد شخص من أصحابه قالت أم هذا الشهيد هنيئا لك الجنة، فقال لها صلى الله عليه وسلم إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أي جنة يزورها، مثلا ذهب ليزور سيدنا إبراهيم في مقامه، سيدنا محمد مقامه أعلى مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، ذهب ليزوره في المكان الذي فيه سيدنا إبراهيم، أرفع مستوى في هذا المكان هذا فرع من الوسيلة، يعني من دون تشبيه مثل شخص مثلا ملك من الملوك عنده قصور في كل المدن، أفخم قصر في كل مدينة له، فعندما يأتي ينزل في قصره
أو إذا نزل في فندق في بلد من أعطوه أحسن جناح، وهكذا بدون تشبيه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم له جنة خاصة في اسم الوسيلة، مو يفكر واحد انه والله قاعد جالس لوحده يعني ما لا، وين ما ذهب في اي جنة من الجنات يجلس يكون له المقام الاعلى في هذه الجنة، لانه فرع من الوسيلة صلى الله عليه وسلم. والفضيلة آتي سيدنا محمد، قيل ان الفضيلة هي نفس الوسيلة، وقيل شيء اخر، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود طبعا تعلمون انه مقام الشفاعة العظمى، مقام الشفاعة العظمى. وهنا اشارة لطيفة، يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فيها إشارة لكل مؤمن أيضا أنه إذا تهجد لله تعالى وصلى في الليل أن الله تعالى يبعثه مقاما محمودا خاصا به، يعني مو المقام المحمود العام، مقام المحمود العام هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لكل منا مقام محمود يعني يحمده الناس عليه. هنيئا لك ها أم اقرأوا كتابيا، يعني قيام الليل سبب، والتهجد سبب أساسي لنيل المقام المحمود العظيم. وبالتالي فما بالك بنا نحن، فنحن أولى أن نقوم الليل ونتهجد فننال مقامات عند الله سبحانه وتعالى. هذه إشارة بسموها. ثم يقول: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وقال العلماء أيضا في كلمات الإقامة أيضا انه نجيب مثل المؤذن كما تعلمون، ولكن عندما يقول قد قامت الصلاة نقول اقامها الله وادامها ما دامت السماوات والارض. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود بحديث سنده ضعيف، ولكن السند الضعيف في الحديث لا يبطل العمل به. هذا من فضائل الاعمال، هذا من فضائل الاعمال، فما دام ورد ولو في حديث ضعيف لأنه ما في تحليل وتحريم ولا في عقيدة، فنقول هذا الدعاء، نقول اللهم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. وقال الإمام الشافعي رحمه الله يقول: اللهم أقمها وأدمها واجعلني من صالحي أهلها، وهو مروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول المعتمد عند العلماء أنه يقول أقامها الله. في قول ثاني أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال قد قامت الصلاة يسكت لا يقول شيئا. قول الثاني أنه يسكت ولا يقول شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يقول اللهم، قال العلماء في كلمة اللهم، اللهم أصلها يا الله. شو معنات اللهم؟ يعني يا الله، فحذفت يا وعوضت بالميم المشددة، وهذا خاص باسم الله. ما يصير تقول مثلا الرحمن مما مثلا، لا، بس اللهم، هذه خاصة باسم الله سبحانه وتعالى الله. ولا يجوز الجمع بين يا وبين الميم، فلا تقول يا اللهم، إما أن تقول اللهم أو تقول يا الله، إلا في ضرورة الشعر. في الشعر يجوز الجمع بينهما لأنه يتجاوز في الشعر ما لا يتجاوز في غيره، وقد ورد عن الشاعر قوله: إني إذا ما حدث ألم ناديت يا اللهم يا اللهم، فجمع بين أداة النداء وبين الميم التي هي تعويض عنها. وقال صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء الذي ذكرته لكم قبل قليل: من قال ذلك، يعني من قال اللهم رب الدعوة التامة وكذا، حين يسمع النداء حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا حديث رواه البخاري. فهذا دعاء عظيم ينبغي لنا المحافظة عليه
ولا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى باب الأذان والإقامة. الآن عندنا قبل أن ندخل في باب صفة الصلاة وهي باب مهم جدا جدا جدا، قبله ذكر الإمام هنا فصلا خاصا في استقبال القبلة وهي من شروط الصلاة كما تعلمون، لأن استقبال القبلة له علم خاص به يجهله كثير من الناس. منها قال الإمام فصل: استقبال القبلة شرط. هي شروط الصلاة الأساسية أربعة، شروطها أربعة لذي الفطن: طهر المكان واللباس والبدن، هذا واحد، وستر لون عورة وإن خلا، وعلمه بالوقت وليستقبله. فاستقبال القبلة أحد شروط الصلاة. وقلنا الفرق بين الشرط والركن أن الركن جزء من ماهية العبادة، يعني مثلا قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، التكبير ركن لأنه جزء من الصلاة. أما استقبال القبلة ليس من أجزاء الصلاة ولكنه شرط متمم لها، وكذلك ستر العورة، وكذلك طهر اللباس، فهو ليس من أجزاء الصلاة ولكن خارج ولكن لا بد منه. فهذا هو الفرق بين الشرط والركن. قال: استقبال القبلة شرط لصلاة القادر، لصلاة القادر على استقبال القبلة، إلا في شدة الخوف. شدة الخوف إما أن تكون في المعارك، شخص يقاتل راكب طيارة أو دبابة أو يزحف في الخندق لا يستطيع أن يستقبل القبلة، يقتل إذا قام وتوجه يقتل، أو يعني يخسر المعركة، فهذه كيف أمكنه يصلي؟ أو شخص يلحقه الأعداء، شخص لحقه ناس مجرمون ولم يبق من الصلاة إلا وقت قليل فيصلي لحرمة الوقت وهو راكب حيث ما توجه بدون قبلة بدون شيء، هذا اسم شدة الخوف، هذه حالة خاصة. قال: استقبال القبلة شرط لصلاة القادر إلا في شدة الخوف ونفل السفر. على صلاة الفريضة لا بد من استقبال القبلة قلنا إلا شدة الخوف. طيب النفل؟ قال: النفل مو شرط. النفل أنا أصلي نافلة إذا كنت مسافرا، نفل يعني للمسافر مو نفل للمقيم. أنت الآن عندما تصلي وأنت مقيم لا بد من استقبال القبلة، ولكن إذا كنت مسافرا راكب سيارتك ورايح على المدينة أو على الرياض أو إلى أي بلد آخر، أو راكب طيارة وأنت راكب تصلي قيام الليل وأنت عم تسوق السيارة، وأنت عم تقود السيارة بتصلي قيام الليل، قول الله أكبر وتمسك المقود وتتحرك الحركات الضرورية لقيادة السيارة ولتمشي في طريقك المعهود، ما بصير تروح يمين شمال على الفاضي من دون حاجة، طريقك المعهود، تسلك الطريق الله أكبر، تقرأ وانت عم تقول، تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة وتركع فتومة إيماء خفيفا، ثم تقول سمع الله لمن حمده جلس ظهرك، ثم تومئ إيماء أخفض من الأول، بس مو تسجد على المقود وبعدين ما تشوف الطريق وتفوت بالعمود، لا، تبقى تبقي عينيك إلى الطريق وترفع وتتشهد وتصلي مثل عادة، تأخذ أجر، صلي الضحى، صلي قيام الليل، صلي التراويح في رمضان، صلي الوتر، صلي قضاء الحاجة، صلي استخارة، أي سنة إذا ما في وقت محدد لصلاة صلي لله تعالى أي صلاة. هذه في نفس السفر، ولا يشترط في هذا السفر أن يكون طويلا، ممكن سفر قصير على أبحر من جدة لأبحر 10-15 كيلو، ما دام تخرج عن البنيان أي سفر قصير أو طويل يبيح للمسافر أن يترك هذا الشرط في استقبال القبلة. فإن تيسر لك عند الإحرام أن تكون مستقبلا للقبلة بس عند الإحرام يجب، إن لم يتيسر تحرم كيف ما تمكنت وتتوكل على الله. في شيء كبسوني؟ تمام. قال: ونفل السفر، فللمسافر التنفل راكبا وماشيا. راكبا عرفنا، طيب ماشيا؟ واحد مسافر
ماشي، في ناس سافر مش رايح مش على الفور، او هو مسافر اصلا بده يجلس في بلد يوم، فاسمه حكمه حكم المسافر حتى لو جلس في بلد يوم، فهو ماشي في الطريق في تلك البلد هو مسافر، راح مشوار على السوق صلى الضحى بالطريق، بس هذا الماشي يجب عليه استقبال القبلة عند التحرم وعند الركوع وعند السجود ويتممها، لأنه سهل عليه. أنا ماشي في مدينة مسافر، كنت ماشي في المدينة بدي أصلي صلاة المسافر نافلة، أستقبل قبلة الله أكبر، بمشي رايح على السوبر ماركت وأنا ماشي عم بقرأ الفاتحة وكذا، لما صار ركوع بستقبل قبلة، بركع سمع الله لمن حمده، برجع بمشي ربنا ولك الحمد. صار السجود بستقبل قبلة بسجد على الأرض إذا طاهر الأرض، بسجد وبرفع خلص بمشي. وين بمشي؟ بقرأ بالمشي التشهد، بقرأ وأنا ماشي وبسلم ماشي، هي اسمها صلاة المسافر النافلة. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. فالسيارة غير الناقة، الناقة أسهل توجيهها على القبلة، السيارة ممكن تكون في شارع أنت ما تستطيع، تكون قبلة خلفك ما بيسمحوا لك المرور تلف بالمقلوب، فبهالحالة تتم وجهك إلى الأمام ويمشي الحال ماشي. وكان صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، يعني جهة المقصد، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. معنى كلمة فإذا أراد الفريضة دلت على أن أصل الحديث عن إيش عم يتكلم؟ عن النافلة، مظبوط؟ فطبعا هذا ليش قلنا نحن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، المسيء صلاته هذا اسمه خلاد بن رافع الزرقي، هذا دخل المسجد النبوي وصلى، فدعاه صلى الله عليه وسلم قال له صلي فإنك لم تصلي، رجع الله أكبر صلى، ردع قال له صلي فإنك لم تصلي، رجع ثالث مرة صلى قال له تعال، قال له والله لا أحسن غير هذا أنا هيك بعرف صلي، قال له لا مو هيك الصلاة، الصلاة ليست هكذا. قال له صلى الله عليه وسلم إذا يعني قال له إذا صليت فكبر وقرأ كذا ثم اركع حتى تطمئن راكعة، أو في رواية لو استقبل القبلة، قال له للمسيء صلاته، قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة، بعدين علم القراءة والركوع والاطمئنان في الركوع والاطمئنان في الرفع والاطمئنان في السجود، ثم قال له اجعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث تدل فيه العلماء، منه العلماء على كثير من أمور الصلاة، اسمه حديث المسيء صلاته. قال فللمسافر التنفل راكبا وماشيا، ولا يشترط طول سفره على المشهور، يعني السفر قصير والطويل يبيح النافلة على الدابة أو على السيارة أو الطائرة أو غير ذلك. فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه. واحد راكب وانيت مو هو اللي عم يسوق، رايح مسافر راكب وانيت مثلا أو شاحنة أو طائرة أو باخرة عم تمشي، بس عندما هو مسافر ينوي، لكن عند الركوع والسجود يستطيع أن يستقبل القبلة وأن يركع وأن يسجد، يجب عليه. أو راكب على المحمل، الدابة من زمان كان الجمل يضعون عليه الهودج هذا، وكان يجلسون في بعض الناس يستطيع أن يقوم يتزن يعني، بعضهم لا يستطيع، إذا استطاع يصلي على الاستطاعة، يعني يتم الركوع والسجود ما يومئ إيماء لأنه يستطيع. قال العلماء ويجب على من ركب السفينة في الصلاة أن يقوم أن يقف، إلا إن كان يدوخ يفتر راسه ولا يستطيع لا يتزن، فعند ذلك يجيز له ذلك القعود. الآن نتكلم على الفريضة، أما النافلة أصلا صلاة النافلة تجوز قائما وقاعدا،
حتى للقادر على القيام يجوز له أن يصلي النافلة قاعدا، ولكن يخسر نصف الأجر. إذا كان إنسان يستطيع القيام فصلى سنة الظهر جالسا، قال صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نصف أجر صلاة القائم، يأخذ نصف الثواب. وإذا كان هو أصلا يصلي قاعدا عاجز لا يستطيع القيام فصلى مضطجعا النافلة، مو الفريضة، النافلة، يأخذ نصف أجر قاعد. أما قائم يستطيع الصلاة قائما ينتقل مرحلتين، يصلي مضطجعا صلاته باطلة، النافلة تستطيع أن تنزل مرتبة واحدة. إذا أنت من أهل القيام يجوز لك أن تصلي قاعدا بنصف أجر، وإذا كنت من أهل القعود عنده شلل مثلا يستطيع أن ينزل مرتبة يصلي مضطجعا، هو نايم بالسرير يصلي يستقبل صدر القبلة ويصلي نصف أجر أيضا. أما واحد يستطيع القيام ينزل مرتبتين إلى الاضطجاع تبطل صلاته. قال وإلا، يعني إذا لم يسهل عليه استقبال، فالأصح أنه إن سهل الاستقبال بس يعني وجب، وإلا فلا، ويختص بالتحرم. فإذا واحد ما يستطيع أن يتمم السجود والركوع والكذا، إذا استطاع أن يتوجه على الأقل في استقبال القبلة وجب، وإلا لا يجب عليه. ويحرم انحرافه عن طريقه إلا إلى القبلة. أنا عم صلي نافلة راي على المدينة، ما بصير روح على رابغ، أنا طريقي على المدينة ما إلي شغل برابغ، ما بصير رف يسار ولا يمين، على حسب الطريق ما يمشي يمشي، حتى لو صارت قبلة خلفي ما في مشكلة. ويومئ بركوعه وسجوده أخفض. والأظهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما كما شرحت لكم قبل قليل، وفي إحرامه يعني يستقبل قبل الماشي، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده، والباقي يساوين لأنه أشياء صغيرة يساوين على الجالس. طيب، ولو صلى فرضا منافلة فرضا على دابة أو سيارة أو طيارة أو غيرها، صلى فرضا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفة جاز. بالنسبة للدابة شرط تكون واقفة، ليش؟ لأنه أنا لما صلي على هودج على دابة، الدابة لا تعقل، ممكن أنا واقف عم صلي تمشي تغير اتجاه القبلة، أما السيارة لا تغير اتجاهها، مثل ما توقفت توقف، والسفينة مثل ما ماشية تمشي، والطائرة كذلك، إلا إذا كانت الطائرة في حالة دوران. إذا في حالة دوران وأنت نويت فريضة في الصلاة واقف عم تصلي أم دارت الطيارة، لازم تدور بالعكس أنت حتى تبقي القبلة على صدرك. أما إذا الطائرة سالكة وماشية في المسار الطبيعي لها مو في حالة دوران، أحيانا بتم ساعتين ثلاثة خمسة عشرة ماشية بشكل مستقيم مثلا، في هذه الحالة سهلة جدا. إذا استطعت أن تقف في الطائرة وتستقبل القبلة وتصلي راكعا ساجدا مثل ما عملوا الآن بالخطوط السعودية في الطائرات في الرحلات الطويلة في مكان مخصص للصلاة، تكفي أربعة خمسة عشرة أحيانا زي مسجد صغير في الصلاة في الطائرة، فيصلون جماعة أحيانا ويستقبلون القبلة ويقدرون، هي صلاة ما فيها أي مشكلة. إذا كانت الصلاة صعبة في الطائرة إلا جالسا، عند الشافعية يصلي لحرمة الوقت ويعيد الصلاة عندما ينزل من الطائرة، يصلي لحرمة الوقت ويعيد الصلاة لأنه فقد شرطا أساسيا وهو استقبال القبلة، وفقد أيضا القيام لأنه جالس على الكرسي. أما إذا استطاع أن يصلي قائما وراكعا وساجدا، بالنسبة للنافلة تصح وأنت جالس على الكرسي في الطائرة أو في الباخرة أو غير ذلك كما شرحنا. ومن صلى في الكعبة، هل الصلاة في الكعبة هل تجوز الصلاة داخل الكعبة ولا لا؟ الحديث يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، دخل كما قال الصحابة الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال دخل صلى الله عليه وسلم من باب الكعبة ومشى بشكل مستقيم إلى الجدار المقابل، صار باب الكعبة خلفه، فوقف قبل الجدار بثلاثة أذرع يعني حوالي متر ونصف، ثم صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم خرج. فالصلاة داخل الكعبة تجوز،
ولكن لها شرط. ما هو الشرط؟ قال: ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا. استقبل باب الكعبة من الداخل بس يكون مردود يعني مسكر، أو مفتوحا، باب الكعبة مفتوح، فأنت إذا عم تستقبل باب الكعبة من جوا، أنت جوا وجهك متجه لباب الكعبة. إذا كان باب الكعبة في الأسفل يوجد حافة مرتفعة ثلثي ذراع، يعني مقدار مؤخرة الرحل، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مقدار الساتر الذي يضعه المصلي أمامه، قال: كمقدار مؤخر الرحل. مؤخر الرحل يعني أنت لما تركب على الحصان في السرج له سنادة من وراء يستند عليها الظهر، هي اسمها مؤخر الرحل. أو الداب الجمل لما يجلس الواحد في شغلة باسم الظهر فيها، هي عبارة عن ثلثي ذراع. الذراع الهاشمي الذي يقاس به الفقه الشافعي طوله 48 سنتيمتر، ثلثينه كم؟ 32 صح؟ مو ثلث 48 16 و16 32. فإذا كان 32 سنتي، فإذا أنت استقبلت باب الكعبة المفتوح وأنت داخل الكعبة، إذا في حافة ارتفاع أكثر من 32 سنتي فصلاتك صحيحة. أما إذا أنت واقف على مستوى الأرض والباب مفتوح وليس هناك حافة، صرت أنت مستقبل الهواء، ما في شيء حافة من داخل الكعبة، فهذه الصلاة باطلة. فبهالحالة شو بدك تعمل؟ تلتفت إلى جدران أخرى، إلى جدران أخرى. وكذلك الحكم على سطح الكعبة، فإن كان هناك حافة، في حافة الآن اللي بربطوا فيها التوب مضبوط، فيها حلقات، فهذه الحافة تجيز الصلاة على ظهر الكعبة. لو فرضنا واحد من اللي طلعوا على الكعبة حاطط برميل أو حاطط ونش من هاي اللي بيطلعوا عليها، وقف عليها وما في حافة، لا تصح صلاته. لذلك شوف شو قال، قال: ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع، أو على سطحها مستقبلا من بنائها، من بنائها ما سبق يعني ثلثين ذراع، جاز. في غير هالحالة لا يجوز. ومن أمكنه علم، هلأ في مسألة ثانية في استقبال القبلة اسمها الاجتهاد في معرفة القبلة، من أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد. يعني أنت الآن دخلت على المسجد هذا بكل سهولة تعلم القبلة، فيه بالمحراب تصدر إلى المحراب تعرف القبلة، فما بيجوز أنك تسأل حدا تدخل المسجد تقول لواحد كيف القبلة، يقول لك هكذا فتقلده وأنت على يقين تستطيع أن تعلم القبلة. أو دخلت إلى بلدة إسلامية في المقبرة، من المقبرة تعرف القبلة، من المقبرة، لأن قبور المسلمين، قبور المسلمين أيها الإخوة توجه إلى القبلة هكذا. المسلم طبعا القبلة الآن عندكم أنتم هكذا، فالمؤمن عندما يدفن المسلم في القبر يدفن صدره إلى القبلة ورأسه هكذا ورجلاه هكذا، يعني يدفن إلى جنبه الأيمن وصدره إلى القبلة، ثم يوضع الشاهد والعلامة هكذا عند رأسه. فأي قبر تشوفه أنت تعرف مباشرة كيف نايم الميت. إذا شفت قبر هيك وين نايم الميت؟ رأسه عند الشاهدة ورجليه لهون ونايم على جنبه الأيمن، معناته صدره قبلة. فإذا دخلت مقبرة إسلامية تستطيع أن تعرف اتجاه القبلة من القبور، وإذا دخلت مسجدا تعرف اتجاه القبلة من المحراب. طيب إذا كنت خارج لا في مقبرة ولا في كذا ولا في كذا، فأنت أحد أمرين، إما أنك تعلم والله مثلا في جدة مثلا مكة شرق، شرق مائلة قليلة مثلا، تستطيع أن تعرف. واحد ما بيعرف، فاتر راسه راح على اليابان على طوكيو، ما بيعرف الكعبة شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب. في ناس بيمسك الخريطة بيعرف، فإذا عرف أو بيعرف من اتجاهات الشمس وكذا، فيجب عليه أن يجتهد، ما بيجوز يسأل حدا ولا يبني على قول غيره. إذا كان يعرف، إذا ما بيعرف يسأل عارفا بهذا الأمر، شيخ، واحد دارس، طالب علم، واحد بيفهم،
بيسألوا كيف الإبلة؟ بيقول له استنى لنشوف، بيعمل كذا كذا، بيقول له الإبلة كذا. شلون عرفتها؟ بيقول له لأنه طوكيو غرب مثلا كذا. غرب ولا شرق؟ ما بعرف، يمكن شرق. مثلا إذا كانت غربك غرب مكة معناتها الشرق، الإبلة شرق، مضبوط؟ وهكذا. قال ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد. وهي المسألة يعني العجيب، العجيب فعلا، هي العجيب انه في وسط الكعبة في المسجد الحرام يخطئ الناس في الكعبة في الحرام، يعني اذا بيرفع راسه هيك بيشوف الكعبة تلاقي واقف على الحفة فوق بالدور الثاني او على السطح، الحفة مستقيمة والكعبة تكون على يساره، هو بياخذ الخط الدرازين الله أكبر بصلي، لو أخذت خط مستقيم منه لخرج خارج الكعبة، هذا صلاته باطلة باتفاق كل العلماء، لأنه يستطيع استقبال عين الكعبة. اللي بعيد، البعيد في بلدان أخرى بعض العلماء يجيزوا الاتجاه، عند الشافعي لازم عين الكعبة، يعني إذا بتعرفها شمال شمال. بعض المذاهب الأخرى يبيح الجهة، يعني الكعبة هكذا معك زاوية يمين شمال 45 درجة بيصححوا لك صلاتك، بس تكون بعيد. أما أنت جالس جنب الكعبة وتستطيع أن تراها بعينك ولا تفعل، يعني هذا جهل يعني كبير. ولذلك الله يجزيهم الخير الآن للمشرفين على الحرم، عملوا شغلة حلوة جدا لو الناس بيعرفوها بينتبهوا لها، عملوا خطوط دائرية في كل الحرم في البلاط حتى في المتعة، فأنت إذا بتصلي تأخذ أحد الخطوط فترس أصابعك عليه تتوجه على الكعبة فتكون متجها إلى عين الكعبة. جزاهم الله خير، هذا كثير منيح اللي عملوه بصراحة. تمام سيدي. قال وإلا، يعني إذا ما بيعرف أخذ بقول ثقة، ثقة مو يروح يسأل واحد نصراني ولا واحد عم يشرب خمر ولا واحد مجنون، يسأل ثقة رجل صاحب دين ويخبر عن علم، مو والله يمكن يمكن إلا يمكن هيك يمكن هكذا، لا ما في يمكن، بس تقول له يقين. فإن فقد ما وجد وأمكن الاجتهاد حرم التقليد. فإن تحير، يعني بيعرف يجتهد تحير، بس كان في غيم ما عرف الاتجاهات، شرق غرب ما بين معه، تحير لم يقلد أحدا في الأظهر إلا هون، وصلى كيف كان ويقضي، لأنه هي حالة نادرة، صلي وبيقضي. ويجب تجديد الاجتهاد بكل صلاة تحضر على الصحيح، لا يمكن يغير رأيه. ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد ثقة عارفا، واحد ما بيقدر يتعلم الأدلة يقلد واحد ثقة عارف. وإن قدر يعني على تعلم الأدلة، ألا في بوصلات، في برامج الآن بالجوالات الحديثة، برامج على الأقمار الصناعية تسجدوا على هذا، شو بسموه، شو بس اسمه هذا، لا الجوال الجديد الايفون، وما ايفون هذا تفتح برنامج القبلة وانت واقف بتحركه 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 لحتى تشوف القبلة، بس تطلع صورة الكعبة معناتها انت متوجه صح، هو بياخذ درجات الطول والعرض على الاقمار الصناعية بوجهك، يعني هذا بعد التجربة مظبوط. وكذلك البوصلة اللي عملوها على القبلة مع دفتر تعطيها اتجاه الشمال على رقم المدينة اللي انت فيها، في طبقا للدفتر بقوم ارضية البوصلة فيها اتجاه ثابت تعطيك حسب الزاوية، كمان هي احد ادلة الاجتهاد. يعني فاذا واحد معه هذا الدليل يجتهد به، واذا ما بيعرف يشوف الشمس وكذا على حسب بقى. فيجب عليه الانسان يتعلم الامور هي، يجب، لانه هذا امر هام يتعلق بالصلاة. قال ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأظهر. واحد اجتهد كان جالس في الأوتيل، دخل على فندق حاول يشوف ما عرف، قام صلى باتجاه باب الغرفة، بالليل ما وجد مين مثلا، ثاني يوم لما تأكد وجد أن القبلة بالعكس أو على جدار آخر، يجب عليه قضاء هذه الصلاة، لأنه عند الشافعية قاعدة تقول لا عبرة بالظن المتبين خطأه، لا عبرة بالظن المتبين خطأه. فهذا اجتهد فظن فتيقن إذا لا زال شاب كان ما عنده مشكلة صحة صلاته، فات على الأوتيل اجتهد طلع معه اتجاه الفلاني صلى عليه ومشي،
وما بعرف حاله صح ولا خطأ، إن شاء الله صحيت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أما إذا تيقن أن صلاته التي صلاها بهذا الاجتهاد كانت خطأ يجب عليه أن يقضيها. وإذا تيقنه، فلو تيقنه فيها، هو في الصلاة يقن، هو في الصلاة إجا ابنه كشف الستارة أم شاف الحرم، عرف الاتجاه بالمدينة مثلا أو بمكة، كشف ابنه الستارة هو عم يصلي اتجاه الشباك أو على جنب، عم انكشف الصلاة عم شاف، فعلم أنه أخطأ، وجب استئنافها. استئناف يعني برجع بعيد الصلاة من أولها، بطلت الصلاة، وجب استئنافها. يلا خلصنا نحن، بس خلصت والحمد لله. بعدين هذا الدرس القادم اسمه باب صفة الصلاة، وهو من أهم الأبواب على الإطلاق. كل إنسان محتاج له، صغيرا وكبيرا، ذكرا وأنثى، صفة الصلاة، كيف بدك تصلي؟ من ابتداء من النية إلى أن تقول السلام عليكم بكل التفاصيل التي تلزم المسلم إن شاء الله تعالى. ربي يوفقنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعط كل واحد منا سؤله. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.